والنهاردة حلقتنا تميز وإبداع. أنا عايزة أوجه رسالة شكر لحد وقف جنبي ولما طلبت البرنامج إن هو يدعمني ويكون سند ليا ما تأخرتش عني أبدا. وعايزة أقول رسالة إن الكبير يقف جنب الصغير عشان يوصله ويقدم علمه للناس. أول حد قال لي أول ما نزلت فيديو راحت دخلالي خاص وشجعتني وقالت لي ليكي حضور جميل وطلة جميلة. أنا بشكرها والنهاردة في برنامجي بقول لها ألف شكر على الهوى وللناس كلها دكتورة غالية محمد جويدة سفيرة النوايا الحسنة صاحبة أكاديمية الفجر الإسلامية. نورتيني يا حبيبتي. وبروفيسير صاحب قناة تأسيس بدون تعقيد مستر محمد سعيد، نورت الدنيا. حلقة جميلة، حلقة متميزة معايا إن شاء الله في شكل تاني. وأحب أشكر الدكتورة غالية وأهنيها بحصولها للسنة التانية على التوالي سفيرة النوايا الحسنة. أنا من خلال برنامج يا دكتور غالية بوجه رسالة إن إحنا نقف جنب بعض ونحب بعض، واللي في مكانه أكبر يقف جنب الصغير عشان يساعده ويشجعه. نورتينا. تسلمي يا حبيبي، ربنا يعافيك. مستر محمد، طبعا واحنا بنعمل فريق الاعداد كان في شكر كتير جدا عليك من المميز، الحمد لله، وقالوا لي مستر محمد سعيد حد كويس، الحمد وفعلا لله. فريق الاعداد تواصل معاك ونورتنا. وعايزه اسالك بقى اول سؤال، ايه سر حب الناس ليك وترشيحك؟ والله سر حب الناس ان انا ما بتاخرش عن حد في اي حاجه. انا ليا الجروب بتاعي على الفيس وصفحتي، اي حد اي كومنت على الفيس على صفحتي على الخاص رساله خاصه على جروب الواتس، انا ما اتاخرش عن اي حد في اي وقت. ده سر حب الناس ليا، سواء سؤال طويل قصير في مجالي او غير مجالي بوجهها للصح. ده سر حب الناس، غير طريقتي السلسه الحمد لله على كلامهم هم. الحمد لله، دي حقيقه فعلا، سلسه فعلا في التاسيس والاولاد بيحبوني، فده هو ده سر حب. حضرتك من الثلاث مواد ما شاء الله بتاسس ثلاث مواد. انا مؤسس ثلاث مواد، الانجليش والماث والعربي. انا مدرس تاسيس، وكسرت القاعده ان مدرس التاسيس لازم يكون مدرس مس. انا كسرت القاعده اطلاقا. وهو ده التميز اللي احنا بنتكلم عليه. دكتوره غاليه ما شاء الله عليكي، حضرتك بردك تاسيس وصحه نفسيه وتعديل سلوك وتخاطب ومدرب معتمد، ما شاء الله عليكي، وسفيرة النوايا الحسنة. وبقى بالمناسبة دي عايزة استغل الموضوع دوت واسألك. اتفضل. أنواع شخصيات الأطفال. تمام، أنا عندي خمس أنواع لشخصيات الأطفال. عندي الطفل حد المزاج، والطفل السهل البسيط، والطفل البطيء، والطفل النشط، والطفل الحذر الحساس. الحذر الحساس. نبدأ ناخد واحدة واحدة كده عشان الأمهات تعرف لما ابني يبقى متعصب أو متضايق أو متنرفز أتعامل معه إزاي. أول حاجة الطفل ده أصعب حاجة هو الطفل حد المزاج. يعني إيه الطفل حد المزاج؟ يعني بيكسر، بيرزع، بيخبط، بيجري، عدواني جدا جدا مع الطفل اللي هو عدواني جدا. بس في حاجة قبل كل ده عايزة أقولها، في حاجة، في ثلاث قواعد لازم نعرف. لا تسب الطفل فيسب، لا تبصق على الطفل فيبصق عليك، لا تعض الطفل فيعضك. دي كلها جينات وراثيه مكتسبه منين؟ من الام. مكتسبه من الام ومن الاب. طيب من العم، من الخال، المهم ان هي من المحيط الاسري. الطفل بينزل ورقه بيضة، انا لازم اعرف الطفل ده اتعامل معاه ازاي. ان انا بسطر الطفل دوت ورقه بيضة وانا اللي بسطر ورقه بيضة. دكتور محمد، ارجع لك واقول لك انا عندي طفل جاي دلوقتي اسسه عند حضرتك في الثلاث مواد، بتبتدي معاه ايه في العربي، ايه في الانجليش، ايه في الماس؟ تمام، اي طفل بيجي لي سواء انجليش او عربي لازم الحروف مجرده. الحروف المجرده. يعني ايه مجرده؟ الف همزه، الف وعلى راسه همزه. تمام، مفيش حاجه اسمها الف اسد، الف ارنب، باء بطه، باء مش معرفش ايه الكلام ده، مفيش حاجه اسمها كده خالص يا جماعه في التعليم. لان الطفل بعد مرحله معينه هتقول له حرف ده هيقول لك اسد، طب حرف ده هيقول لك بطه. يبقى الحروف مجرده. يعني ايه مجرده؟ بدون اي حاجه تانية. اسمه الف همزه، ممكن اميز له الحرف بحاجه معينه. يعني ايه؟ الف واحد وعلى راسه همزه. تمام، الف وعلى راسه همزه، وابدا اكرر له. الباء اقول له باء،
طبق ونقطه تحت، باء نقطه تحت، تاء نقطتين، عنده عينين، واشاور له كده الطفل يحب الاغنيه دي، تاء عنده عينين، ثاء 3 نقطات، ولازم من زي ما الدكتوره قالت ورقه بيضه. فمن اول ما اكلمه صح، اقول له ثاء، ما اقولوش بقى ساء، وارجع قدام شويه، يا مستر انا ابني في رابعه ابتدائي ومش عارف الفرق بين السين والثاء. طب ما احنا قلنا من الاول لازم ابني ورقه بيضه زي ما الدكتوره قالت، لازم احط فيها اللي انا عايزاه، وانا بقول اللي انا عايزاه كأم. تمام، ده بالنسبه للعربي. اكمل حروف لعند حرف الياء، خلاص مجردين لحد الياء. خلصنا الحروف، ابدا املهم له بترتيب وبدون ترتيب. يعني بدون ترتيب بقول له اكتب الف همزه، اكتب حرف الفاء، حرف القاف، حرف الكاف، حرف الميم، بدون ترتيب. ده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ لان الاطفال عارفين النمط، الف باء تاء ثاء، حافظين الترتيب ده. يبقى املهم له بدون ترتيب. خلصنا، يبقى بقى ابدا ادي له حركه الفتح. تمام. مواضع الحرف، حرف الالف همزه ده اقول له ليه شكل في اول الكلمه، وليه شكل في وسط الكلمه، وليه شكل في اخر الكلمه، وحرف الباء ده ليه شكل في اول الكلمه، وباء في وسط الكلمه، وباء في اخر الكلمه، ونقول له طبعا ده بالنسبه للعربي. ده العربي. ارجع للدكتوره غاليه واقول لها لو عندي طفل جاي انا اعلمه وحد المزاج. طيب سؤال بس تعقيب على اتفضل. على المستر، بما اننا موجودين أيوة بقى مع لازم بعض. لازم دلوقتي انا اهم حاجه يا مستر، حضرتك جولي فونكس وانجليش وحاجات تمام. من دي، هتكلم في الانجليش دلوقتي ان شاء الله. تمام، انا ما بحبش الطفل ياخد انجليزي وعربي مع بعض، ده في المرحله اللي هي ايه التمهيدي، اللي هو البريك، اللي هو من 2.5 لـ3 سنوات. بمعنى اخلص الحروف الابجديه الاول في اللغه العربيه، بعد كده ادخل على الانجليزي، بيكون تمام. سهل معايا، لان الطفل عندي بيكتب العربي بقى هنا من الاول. تمام، هنقف. اصلي مستر محمد سعيد، انت بتاسس بقى من سن سنه كام؟ من سن المفروض الطفل ابدا معاه. انشغال اونلاين؟ انشغال اونلاين. انا شغال اونلاين، الطفل ببدا معاه الاونلاين طبعا مش هينفع 3 سنين، خلينا نكون واضحين، ما ينفعش 3 سنين اطلاقا. برايفت ده لو برايفت او الطفل بيجي لي بتشتغل معاه زي ما دكتور 3 سنين بس، عنده شروط طبعا، يكون بيعرف يمسك القلم. تمام. وده حاجات بنقولها للامهات قبل مرحله التاسيس. تمام. ادي له الوان، ادي له مكعبات، صلصال، ادي له حاجات معينه يلعب بيها عشان يقوي عضله لكن اليد. انت بتبتدي من سن 4 سنين. اربع عشان سنين نرجع للدكتور. انا عايز اقول حاجه بس، أتفضل. 4 سنين ممكن يكون متاخر في الكلام، 4 سنين ممكن يكون، او 3.5 سنين افصح منه لسانا، يعرف يكرر ورايا، يعني فما اقول له الف همزه يعرف يقول ورايا. الفروق الفرديه ما بين الاطفال يا دكتوره غاليه. تمام، اتعامل بقى معاه ازاي الطفل؟ طيب بالنسبه للطفل اللي هو عنده 2.5 سنين، احنا بنقول بنبدا معاه بنظام القطر او نظام الشعاع الزجزاج. يبدا الطفل يرسم ازاي، امسكه القلم بالراحه، انا ما بقولش اضغط عشان انام الايد. تمام. بس عايزه الطفل يبقى عنده حصيله لغويه كتير. ابدا اشتغل معاه على المجسمات، اجيب خياره مجسمه واجيب خياره حقيقيه، وابدا اعمل حاجه اسمها التطابق. تمام. ده ايه؟ هيقول لي خيار لونه ايه؟ اخضر. ده ايه؟ خيار. دي في ايه؟ هيقول لي ورقه. طب دي ايه؟ هيقول لي خياره. تمام. فين الملموس وفين المحسوس؟ تمام. ده بالنسبه للسنتين. ده شغل حضرتك. بدات في الـ3 سنوات، هبدا مع الطفل في الـ3 سنين ازاي، او اعرف ابرمج ابني ازاي حد المزاج. حد المزاج. ابني عصبي جدا وبيكسر وبيهبد وبيعمل دي مشكلة يا دكتورة غالية جات لي كتيرة جدا. اتعامل معاها ازاي؟ اتعامل ازاي؟ مامي لازم تكون هادية جدا جدا جدا، بالراحة. انا عارفة ان انت مضغوطة وعارفة ان عليك ضغوطات كتير، بس انت دلوقتي بتقاومي ابنك، بدل ما توديه تخاطب وتوديه تعديل سلوك، وانت عارفة ان الجلسات غالية وحاجات من دي. طبعا. لا، انت بالراحة في البيت هتعملي ايه يا مامي؟ هتبدأي تلعبي على مشاعر الطفل. انا بحبك جدا، انت كويس، انا عارفه انت ما كنتش تقصد ان انت تبقى عصبي كده. طب اشغله في ايه؟ كاراتيه، كوره، ابدا اخليه يطلع كل العنف اللي جواه في حاجه، الطاقه بتاعته الزايده دي يطلعها في الكاراتيه، في السباحه. الكره المطاطه مثلا؟ لا، ده الكره المطاطه دي لا ما تنفعش الطفل حد المزاج، لانه هو اصلا عصبي. فهي ما يعرفش يمسكها هيرميها. هو عنده طاقه عايز هو عايز. حضرتك قابلت نوعيات زي دي في شغل الاونلاين؟ الاونلاين اتعاملت معاهم ازاي؟ بالاسلوب بتاعي، ان انا اشجعه، برافو يا حبيبي، اللي هي اللعب على المشاعر كده. تمام. ايوه، اللعب على مشاعر الطفل. تمام. انت شاطر، برافو عليك، احسنت يا بطل، انا كنت متاكده. تمام. ان انت ما تقصدش تعمل الغلط ده، انا بحبك جدا، ايه رايك لو خرجنا
واحنا ماشيين في الشارع، انت عايز اجيب لك ايه، انا بحبك قوي قوي، انا حاسه ان انت بطل، انت الراجل بتاعي، انت حبيبي، انا بحبك، انا اللي هو بعتمد عليك. التشجيع التشجيع بتاع بممكن الطفل، مامته، ان انا اشد الطفل ليا وفي نفس الوقت يتقبل مني اي حاجه. ممكن طبعا طبعا. ممكن مامته تكون بعت لي فويس مثلا مش عايز يكتب الواجب، معذبني، انا اروح مسجله، ماما بتقول ما شاء الله، بتقول حمزه كويس جدا بيسمع كلام ويكتب الواجب، ما رضيش يعمل حاجه لما يكتب واجب الاول. عارف الحركه دي هتبقى ايه؟ هيراجع نفسه هو. تمام. استاذنكم بس، معانا اتفضلي. استاذ محمد اتصال تليفوني من الدوحه. اتفضل. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا باهل الدوحه، نورتونا. اهلا وسهلا. لا حضرتك، انا مصري بس شغال في الدوحه. نورت الدنيا كلها. اتفضل ربنا سؤالك. يخليك يا فندم. لو في سؤال ولا حاجه، انا كنت بس عايز امسي على الاستاذ محمد، صديق غالي عليا جدا وراجل في قمه الاحترام، ودايما نورتنا. خدوم، مش خدوم من اللحظه دي بس، لا هو خدوم من زمان، الحمد لله. يعني زميل دراسه من الحمد ايام لله. الثانويه العامه، وهو كده في حته ان هو لازم يخدم كل اللي حواليه. الاسم دي حقيقة. طب اسمك محمد ايه؟ طيب عشان هو عايز يعرفك. انا محمد الحوت. اهلا اهلا استاذ محمد نورت حبيبي، الدنيا. ده زميل دراسه، زميل دراسه ما طبعا شاء الله حبيبي، حبايبك كتير يا مستر ربنا محمد يكرمك، شرف والدكتورة لي يعني، غالية، ربنا نورتنا يكرمك عليك نورتنا يا والله، استاذ محمد، شرفتني اتفضلي يا شرفتني دكتور. باتصالك، شكرا جزيلا مع حبيبي. الف سلام. طبعا قلنا الكاراتيه، الجري، الكوره، ده بالنسبه للطفل حد المزاج، واتعامل على ايه؟ على اساس المشاعر بتاعته. اجي بقى للطفل البطيء، عند طفل بطيء وهادي بالراحه، عايز يكتب بالراحه، عايز يمشي بالراحه، عايز يقوم من النوم بالراحه، اوعي تقولي له يا كسلان، اوعي تقولي له انت بطيء، اوعي تقولي له يا مامي شفت ابن عمك اشطر منك مقارنة صعبة ازاي. جدا. المقارنه المقارنة بتقتل وحشة جدا. كل حاجه. الطفل ده عايز ايه؟ الطفل ده ذكي جدا، الطفل ده بيقرا حلو قوي اللي هو قوي، البطيء وبيسمع كويس جدا استيعابه اكتر جدا، من اي حد تاني، بس عايز ايه؟ ان احنا نشتغل على الوقت بتاعه. يعني ايه اشتغل على الوقت بتاعه؟ يعني ادي له وقت محدد هو هيشتغل عليه. انت تمام. معاك 5 دقايق تخلص الهومور كده، معاك 5 دقايق هتعمل بتحددي كذا. له يا دكتور غالية؟ احنا بنتكلم الليميت دلوقتي التايم بتاعه. بنتكلم دلوقتي عن الشخصية اللي هي البطيئة. البطيئة او الهادية، البطيئة. نحدد له الوقت، صح كده يا اشتغل دكتور على، غالية؟ لكن ما ينفعش اجي في ولاد بتكتب بسرعة واحط مقارنة بينه وبينهم. صح. يلا طبعا لا، كل ولا ازاي؟ طفل يكون بيجري مسابقة جري واقول له ادخل فيهم، هدمره نفسيا. فعلا. كل طفل ليه حاجة، واكيد لو احنا تمام. دورنا في الجينات الوراثيه هنلاقيه ان هو طالع لبابا، طالع لماما، مش طالع عيب لحد، مش عيب، مش عيب فيه. بس بنتعامل معاه. معلش يا دكتور غاليه، اتفضل. ايمن من الغربيه. الو. مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازي والله شكرا حضرتك؟ لكم، برنامج جميل جدا وموضوع متميز ان شاء الله، تسلم تميز يا وابداع. رب، تسلم يا رب، اتفضل سؤالك. انا عندي ولدين، واحد عنده 10 سنين والتاني عنده 8، وانا يا فندم زهقت منهم غايه الزهقان، ما بيرضوش يعملوا حاجه ولا عندهم فكر ولا ابداع، لازم انا اللي اخدهم اشارك لهم في النشاط، مثلا الكاراتيه او الكونوفو، وانا اللي اخدهم عشان اوديهم للصيد، وانا اللي اعرفهم على اصحابهم، ربنا وانا اللي اقول له يهديهم. خد ارسم، وانا اللي اجيب له الكتاب، امتى هو يتحرك من نفسه؟ انا كنت طفل صغير من نفسي، ما بلاقيش دافع حد من البيت يساعدني، كنت بعمل كل حاجه دافع ذاتي، ايوه ولادي يفتقدوا الدافع اسمعي. الذاتي، ما عندهمش رغبه في الحياه، مش عاوزين يستمتعوا، مش عارف اعمل ايه. طيب اهدى يا بابي، اهدى شويه، انت نفسك وانت وصعبان بتتكلم يعني. انت منفعل جدا جدا، انت شخصيتك عصبيه، فبالتالي الولاد هينفروا من العصبيه دي، احنا بناخدهم بالراحه، ودايما بقول لما بزرع بذره برويها وبرويها بالحب. وماله، عارف يعني ايه اب؟ يعني سند، يعني حمايه، يعني ظهر. ايوه، لما تاخد ولادك وهم صغيرين وتروح توديهم وتجيبهم، وماله ولادي عصبيين، اخدهم بالراحه، اطبطب عليهم، احسسهم بالامان. انت جاي الدنيا ليه يا بابا؟ عشان تتعب، عشان تربي، عشان تطلع جيل سوي. والله يا دكتور احنا عصبيتك عايزين لا، حلقات بصراحه، تعديل السلوك ده. الاب عصب البيت، والام هي اللي بتطبطب، لكن الاب هو المحتوى. عارف يا بابي وهما ماسكين في ايدك كده، انت متضايق ان انت بتاخدهم وتوديهم النادي وبتاخدهم توديه، ما تعرفش كميه الانبساط عامل ازاي، وهم فرحانين ان في اب ماسك ايديهم. انت هو عايز يا الامان، دكتور يعني يحسسهم بالمسؤوليه، يديله حلول بقى، احسس بالمسؤوليه. يديله انت حلول، حديله إيه؟ انت هتروح النهارده المشوار اللي انت بعته، بس خد في بالك انت هتمشي وراه من غير ما يعرف، عشان تتابعه وتشوف هو وصل قد ايه، طب اتعامل مع مين، طب كلم مين وهو ماشي. لازم بحدد لابني كل حاجه، انت بالراحه عليهم، حط لنفسك
المحور اللي انت هتمشي عليه، لكن عصبيتك الجامده قوي قوي دي هتخوفهم وهتخليهم الولد يبقى ضعيف الشخصيه. خلي ابني قوي. انا اسفه، عندنا اتصال من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. اسعد الله مساءكم بكل خير. الله يخليك، تفضل يا فندم استاذ محمد. الله دكتوره، انا عندي 2 اطفال، طبعا تعرفين المدام هذا على هذا. الحقيقه دكتوره تعرفين المطالب والبكر والدائما في البيت كثيرين الحركه. دكتوره هيك يعني زي ما تقولي دائما في عندهم نوع من التصرف العنف الشديد، يعني العنف الشديد يعني صراحه. عندهم عنف شديد. ايه دي بينهم بين يعني، ودائما يقتنس دائما الشخصيات الخارجيه، لانه الان ندرس المرحله الاولى الابتدائي عندي، احنا نسمي المرحله الابتدائيه. فدائما تعرفين الاطفال في المدارس عندهم نوع من العنف، عندهم زي مصارعه زي الالعاب البلاي ستيشن والاشياء هذه. دكتوره وش الوسائل اللي دائما احنا لابد ان نحمي الاطفال، وش البرامج اللي احنا دائما نهيئها لهم في هذا الامر؟ في هذا التكنولوجيا دي مشكله يا استاذ محمد والله. دكتوره جاوبت على السؤال ده في الاول. بس انا ممكن يا دكتوره، ممكن انا عايز انزل مصر، اذا ممكن رقم العياده، اذا ممكن الله يخليك رقم مصر. علينا حاضر، هنديك الرقم. الكنترول معلش، ارجع للكنترول واديك الرقم بتاعنا ونرجع تاني لموضوع حلقتنا. مستر محمد سعيد، طب استاذنكم بس هقول له على حاجه هيعملها. اتفضلي. طب اتفضلي. بص حضرتك، بالنسبه لاولادك انت هتجيب عشبه من عندكم السعوديه ما شاء الله اسمها عشبه المورينجا. عشبه المورينجا دي هتغليها الصبح هياخد كوبايه واخر النهار هياخد كوبايه. دي بتنمي الذكاء، بتهدي الطفل العصبي، بتديله عسل نحل. لازم عسل النحل ده بياخده كل يوم معلقه الصبح ومعلقه اخر النهار، وبتشربهم ينسون. بتحدد الوقت بتاع الموبايل اللي هيمسكه فيه، ما بتسيبهولوش طول اليوم. تمام. طيب ناخد استاذه سماح من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه سماح؟ نورتي البرنامج يا حبيبتي. وحضرتك طيبه. انا مامه مؤمن وريناس في جروب التاسيس مع مستر محمد سعيد. اهلا وسهلا. كنت عايزه اتوجه بالشكر جدا للمستر على اسلوبه المبتكر في التعليم، وانه حبب الولاد في الدراسه وفي التدريس وفي الاسلوب. غير مفاهيم كتير جدا بصراحه عن المفاهيم التقليديه اللي احنا تعودنا عليها. حضرتك معايا في اي جروب؟ جروب التاسيس ملك روحي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. مؤمن كان ممكن نكلم حضرتك؟ اتفضلي. اتفضل اتفضل، بس سريعا كده عشان وقت البرنامج. معلش احنا اسمين. الو. ايوه. حضرتك يا مؤمن. ازيك يا مؤمن؟ انا بحبك قوي يا حبيبي، وايه مركز معايا. وانا بحبك يا حيوي، بحبك جدا جدا جدا. زي ما انا ببعت لك على الفويس، وانت طالب مجتهد ما شاء الله مع انك صغير، بس ما شاء الله بتعمل الواجب كويس جدا، بتسمع كلام الماما وبتعمل كل اللي عليك ما شاء الله. نجيبك ونجيب اطفالك معاك في حلقه ان شاء الله باذن الله. طيب اسعدتني يا حبيبي اتصالك ده. شكرا يا حبيبتي على الاتصال. نوصل بقى مع استاذ محمد. معلش معي يعني معايا في كرسي الاونلاين. تميز وابداع ما شاء الله، حلقه يعني المداخلات مش عارفين منها. الحمد لله. مستر محمد، يعني ايه جولي فونكس؟ جولي فونكس يعني ايه؟ بس الاستاذ اللي عنده ولدين انا مشفق عليه جدا، وبلاش نقارن ظروفنا بظروف الاولاد دلوقتي. بلاش احنا والدكتوره وحضرتك زمان غير دلوقتي. ما تقارنش ما تقارنش. احنا كنا بنروح المدارس ما فيش حد بيسال علينا خالص. النهارده النهارده حضرتك مطلوب تجيب له الادوات ومامته تذاكر معاه وتجيب له مدرس لعند البيت وتوديه المدرسه وتجيبه المدرسه. احنا كنا بنروح ماشيين مدارس، احنا واحنا صغيرين الكلام ده من فتره بنروح ماشيين مدارس. فما يعني انا مشفق عليك، ونفس الوقت ما تحطش مقارنه بينك وبين ابنك. الظروف اللي انت عشت فيها غير ظروف ابنك. تاني حاجه، المدمرات الطفوله يا جماعه، التابلت والتليفون والكرتون، مدمرات الطفوله. قبل اي حد بشتغل معاه اقول له امنع الموبايل تماما 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 من ايد ابنك. ما نقدرش نقول. انا هقولها هكمل. ما الدكتوره قالت في الاول بديل، اطلع طاقته في حاجه ثانيه، اخرجه اوديه يشترك في نادي، يشترك في سباحه، مش عارف اخرجه اجيب له لعب في البيت. تمام. بس بعيد التكنولوجيا تماما. هبدا احط له نص ساعه في اليوم، بعد ايه بقى؟ بعد ما يبدا ينضبط هدي له نص ساعه، هو خلاص الموبايل ترك الامل فيه خالص ان هو مش هيمسكه ثاني.
هبدا اديله ايه؟ هبدا هيتعود يا دكتور بعد ما يبدا مذاكره بقى مره هيتعود واتاقلم في المذاكره. خد يا حبيبي التابلت اهو اتفضل بتاعك تابلت اهو. ايه ده هيندهش ازاي ده؟ عشان انت ذاكرت عشان انت عملت الهوم ورك بتاعك. بس عيل بقى المعززات بيسمع وبيتفرج ايه؟ اكيد طبعا لان الكرتون دلوقتي بقى خطير جدا لانهم بيدخلوا حاجات مش كويسه على الاطفال، فاحنا نبقى عارفين ولادنا بيسمعوا ايه قدام عينينا. ما نسيبش الموبايل في ايد ابني عشان ما يدخلش على حاجات زي الحاجات اللي احنا بنشوفها. طبعا اكيد احنا لازم برضك يعني نقنن الطفل التكنولوجيا بتاعته نص ساعه في اليوم الصبح نص ساعه بالليل، نعمل له جدول على الحيطه مثلا نعلقه تحفيز عمل حاجه كويسه نكافئه. في بقى طبعا دكتور غاليه معزز مادي ومعنوي، هرجع برضك عشان في ناس كثيره جدا بتسالني ايه هو الجولي فونكس وازاي اسس ابني في الجولي فونكس. هو مش جولي فونكس طريقه بتوصل، هو العلم عامه اسمه علم الصوتيات سواء اسمها فوناتكس او فونكس فوناتكس او فونكس. ده الطريق الاقصر والافضل لابنك عشان لاي حد عشان يتعلم انجليزي، الطريق الصحيح لابنك. انا اغلب المدرسين شغالين ازاي؟ ابني خلص الحروف تعال ادخل على الكلمات، تعال ادخل كلمات. ازاي يا جماعه؟ انا عندي فيديو على القناه بقول جبت سبوره قسمتها نصين قلت تعال نمشي خطوه خطوه في العربي وخطوه خطوه في الانجليش. احنا في العربي بنعمل ايه؟ هنعرض لك برضك فيديوهات دكتور محمد سعيد تجهز معانا معلش. قسمت السبوره نصين، النص ده عربي بنعمل ايه في العربي؟ بنخلص الحروف. طب الانجليزي بنخلص الحروف. طيب العربي بنعمل ايه؟ بناخد حركه الفتح يعني صوت الحرف ا ب. طب في الانجليزي لا احفظ كلمات. طب ليه؟ مش ديت لغه ودي لغه، خلاص امشي بنفس ترتيب العربي اللي هو ايه؟ خد اصوات الحروف. يبقى الفونكس ما هو الا علم صوتيات اصوات الحروف. الحرف ليه شكل، بقول للطفل عندي ليه شكل، ليه شكل هو ايه؟ اي كابيتال، اي اسمه ده شكل الطفل، زي ما كل واحد لينا شكله ليه اسم، وكل واحد لينا صوت، دكتوره ليها صوت، حضرتك ليه صوت، صوت، وانا ليا صوت، تمام؟ حرف الاي صوته ا، حرف البي صوته ب، حرف السي صوته ك، وابدا اشاور له على حاجات يحفظ الحرف. يبقى ليها اكشن طبعا. طبعا. طب نعرض الفيديوهات؟ هنعرض الفيديوهات لشغل حضرتك، تمام. ما شاء الله انت خلصت شغل مع الاولاد. لما يتعرض الفيديو يعني اعرف كده من حضرتك ان كل صوت ليه حرف، تمام؟ بخلص اصوات، مطلوب من الطفل ان هو يحفظ اصوات الحروف، تمام؟ لدرس اللي يجي لي شكوى كتير، ابني خلص النهارده الدرس حفظ حروف وتاني يوم بنساه. طب هو عشان حافظ خليه يفهم كلمه محمد في العربي مثلا، انا بديها لابني بقول له اكتب مي، احفظ ميم حاء ميم دال ميم، ولا هو عارفها من خلال الصوت بتاع الحرف. طيب الفيديوهات معانا دي اطفال. ده لطفل حضرتك كنت، ده طفل معايا اونلاين. ده الحصه الاولى في اللونج اي، دي مرحله ثانيه بقى من المستوى الثاني من جولي فونكس. ده ولد كان مخلص الحروف يعني؟ لا ده مرحله ثانيه، ده بقى له شهر ونص معايا. بياخد اللونج اي، باخد حالات اللونج اي، زي ننطق الحرف الاي اصلا ليه نطق بصوته وليه نطق باسمه. صوته ا ده اسمه شورت فاولز، وليه صوته اسمه اي الاول هناك باساسه بقول له اسمه ايه يا حبيبي، مش ايه وبي وسي ودي، لا اي، عشان لما اجي اري لونج فاولز يبقى هو عارف كلمه زي كلمه فيس. انت والبنت اهي دي لولو ديت، دي قبل ازمه الكورونا ديت، ده عندها 4 سنين ما شاء الله، ما شاء الله وصلت حركه الكسر الفتح، عشان بس نقول 4 سنين عشان انا عشان كده بقول لك في طفل فصيح اللي هو بيستوعب بسرعه، بدا في بسرعه ووصلت شورت اي يعني خلاص الحروف واصواتها ودخلت في الشورت اي وخدت الجمع. عشان كده يا دكتور غالي انا بقول التميز والابداع مش معنى ان انا يعني بدي 3 مواد او بدي تعديل سلوك وبدي صحه نفسيه ومدرس تاسيس ومذيعه ان انا مش هبقى متخصصه، لا انا طالعه النهارده اوجه رساله. دي حاجه ايه بقى؟ التميز والابداع. يعني ايه ابقى مبدعه؟ يعني ايه ابقى عندي اكاديميه؟ يعني ايه ابقى لما بالموضوع كله؟ انا دايما بقول زمان لازم تذاكر عشان تدخل كليه الطب، لازم تذاكر عشان تدخل كليه الهندسه، لا لو انا جايب 90% ودخلت حاجه لازم ابقى مبدع فيها، مش كل حد مشهور في مادته. حضرتك لما جيت اتكلمت على الجولي فونكس واتكلمت على علم الاصوات، طيب لما احنا جينا وقلنا ايه زي حضرتك ما بتقول، ايه يعني ايه؟ قبل، خليك معايا، القبل ده عملت ايه؟ بتطلع منين؟ من التري. طب التري دي ايه؟ مديت ايه الارم واخدت الان واخدت الابل وبعدين رحت الجاردن، وايه اللي حصل؟ جات لي مين؟ جات لي الانت عشان تاكل الابل. يبقى انا عملت ايه؟ ستوري، دخلت حاجات كتير في الحرف الواحد اللي حضرتك بتقول عليه. هنا حاجه اسمها ايه؟ الابداع. هنا بميز، هنا باخد الشكل. معانا تليفون معلش يا دكتور غاليه، نسمه محمود من القاهره. عندي الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك اتفضلي. الحمد لله يا حبيبتي. الحمد
يبارك. انا نسمة محمود مع مستر محمد من جروب الفونكس. عايزه اقول له بجد والله العظيم اني انا بقعد اقول لجوزي ان ربنا بيحب مننا ان مستر محمد يعني دخل في حياتنا وان هو بيدينا ويعني مش عارفه ما بعرفش اتكلم قوي بس بجد انا حابه اشكره ان انا المرحله اللي ابني وصل فيها. انا كان نفسي بصي انا تعليمي انا مش متعلم يعني انا معايا دبلوم واللغه عندي ضايعه خالص. انا بتعلم مع ابني يعني انا بتعلم مع ابني والله العظيم. انا قلت لكم الكورس ده ليكم لاولادكم انتم قبل اولادكم. الكورس ده هيحسن مفهومكم انتم. طيب معانا اتصال معلش تاني استاذه ناهد من الغربيه. الف شكر يا استاذه نسمه. الو طيب الخط فصل تقريبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا ناهد اخت الدكتوره غاليه اللي بفتكر بيها في حبيبتي. نورتينا ودكتور غاليه نورتنا النهارده والله. ربنا يكرمك. هي فخر الغربيه كلها وفخر لينا العيله طبعاً كلها طبعاً. بنفتكر بكل حاجه بتعملها. حبيبتي على راسنا والله. دكتوره غاليه نورتنا ومستر محمد وكميه الحب والناس ويعني الاخراج بيقول لي ما شاء الله الناس كتير عماله تتصل بيها الخطوط مشغوله. كميه الحب اللي الناس بتديها لها وبتعطيها لها ملهاش حدود بصراحه. هو ده اللي الحمد لله. احنا كلنا بنحبها والاطفال كلها بتحبها وكفايه الاطفال كلها. انا عايزه ميس غاليه ده كفايه حب كبير للاطفال ليها. طبعا اكيد نورتنا والف شكر يا استاذه ناهد على الاخلاق. انا بفتخر بيها والعيله كلها بتفتخر بيها طبعا. استاذه غاليه دي دكتوره غاليه على راسنا من فوق ومستر محمد يعني عايزه اقول لك ان الكنترول ما شاء الله. الحمد لله. استاذه انوار من الشرقيه. الو طيب انا عايزه نتكلم على حته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بتصل بقدم شكر خاص لمستر محمد سعيد اللي انسان خلوق. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم اتفضلي. اهلا. بس انا بشكر مستر محمد جدا 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 ربنا يكرمك على اخلاقه وعلى اخلاقه الطيبه. هو انسان ربنا. الف شكر يا استاذه انوار. استاذه ساره من الغربيه تليفون. الف شكر استاذه انوار. الو استاذه ساره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو تقريبا في مشكله في الاتصال. شكرا. نرجع تاني للتاسيس وتعديل السلوك. احنا حلقه جميله وانا مبسوطه جدا بيكم وان شاء الله احنا بنقدم فعلا برنامج شكل تاني فكر جديد لاي حد نماذج مشرفه وانا اتشرفت بيكم. نرجع تاني بقى نتكلم في موضوع التاسيس اللي كانت دكتور غاليه بتتكلم عنه. ازاي اقدر اعمل ستوري للانجليش. طيب صح كده. هنتكلم حاجه كمان. اتفضلي. لما جينا قلنا اونلاين وعملنا المبادره دي وانت كنت معايا فيها. فعلا دي حقيقه. اول ما اتكلمنا على قلنا ايه؟ قلنا عشان الازمه بتاعه الكورونا دي يلا نعمل اونلاين، يلا نشجع الناس، يلا نخلي الام اللي اتصلت وقالت انا معايا مؤهل متوسط. لما جينا عملنا الاونلاين ده لقى نجاح كبير جدا جدا. احنا لما اشتغلنا على مين؟ استاذه اسماء. الو. ايوه اتفضلي حبيبتي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انت على الهوا. انا بكلم مستر محمد. انا مامي حمزه جمال. اهلا وسهلا. انا استاذه اسماء. اهلا بحضرتك. والله احنا برضو بنشكر حضرتك وعلى المجهود الكبير والله مجهود رائع والله والكل بيستفاد من حضرتك. ربنا يكرمك. وفيديوهاتك وحمزه يعني هيتكلم ويتكلم حضرتك والله. خليه يعني بعد اذنك. بسرعه عشان وقت البرنامج معلش. اتفضلي. وحبيبك يا مستر. ازيك يا حمزه؟ ازيك يا حبيبي؟ بحبك قوي. وانا بحبك يا حبيبي. بحبك قوي. وانا بحبك عشان انت شاطر بتسمع الكلام. اتفضلي يا دكتور. ازيك يا شاطر يا حبيبي. ذاكر برافو عليك. اتفضلي يا دكتور. طيب احنا لما قلنا الاونلاين قلنا احنا عايزين نشجع الام نفسها عشان نعمل طفره. الام دايما ما كانتش بتعرف تشتغل مع ابنها. يعني دايما متعوده على ب ت. استاذ سعيد. تمام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سعيد من الشرقيه. اتفضلي. انا بكلم استاذ محمد. اتفضل معاك. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله بخير. انت منورنا على القناه يا استاذ محمد كتير والله النهارده. ربنا يكرمك يا حبيبي. الله يحفظك الله يبارك فيك يا استاذ محمد. ازيك يا استاذ محمد بالنسبه لسرعه النسيان عند الاطفال؟ هتشوف لنا علاج للموضوع ده. سرعه النسيان حاضر. خلاص اتصل وانا هجاوب عليه ان شاء الله. طيب احنا بنكتب الاسئله وفي اخر الحلقه هنرد عشان معانا اتصال تاني. الو
الو، كان معانا حد من اسكندريه، معلش حاول اتصال علينا تاني. معايا؟ الو، ايوه اتفضلي. انا هند علي من اسكندريه، انا متصله عشان اكلم دكتوره غاليه. اتفضلي دكتوره غاليه، معاكي يا حبيبتي. على مجهودها، بشكرك يا دكتوره غاليه على مجهودك الكبير اللي بتعمليه معانا، واحنا بنستفاد منك كتير انت ودكتوره عايده عبد العال. وانا فرحانه جدا اني شايفاكي دلوقتي على الشاشه. ان شاء الله دكتور عايده ودكتور نانسي هيبقوا معانا باذن الله في لقاء قريب جدا ان شاء الله باذن الله. الو، معانا اتصال تاني. طيب نتكلم بقى، نقول انا ابني بينسى تمام لما اجي باسسه او بديله. معايا؟ الو، ايوه اتفضلي حبيبتي، معاكي سامعينك. إيه، كنت عايزه اقول الدكتوره غاليه من احسن الناس المتميزه اللي الواحد اتعامل معاها بصراحه. فعلا من اصلا الناس المتفوقه في المجال ده. مين معايا؟ ساره من الغربيه. ساره من الغربيه. حب الاطفال بيها بطريقه كبيره جدا، بيتعلقوا بيها جدا. اكتر حد متفوق ممكن الواحد يتعامل معاه، اكتر حد محترم في الدنيا. سلام. مثال مشرف بصراحه الغربيه كلها. تسلم يا رب، انا بشكرها جدا جدا جدا. وانا بشكركم وبحبكم والله في الله كلكم، وانا تحت امركم، واحنا خلفاء الرسل على الارض، فانا تحت طبعاً امركم في اي حاجه. العلماء ورثه الانبياء. نعم. والعلم ده رساله، وهي دي رسالتنا في شكل تاني. عندك طفل بينسى؟ احنا نوقف بس شويه عشان نقدر نتكلم. عندك طفل بينسى؟ عندي طفل بينسى. اهم حاجه عندي التغذيه، العامل الرئيسي في موضوع النسيان التغذيه. احنا اتكلمنا عن التابلت والموبايل، خلاص ده برضو عامل من ضمن العوامل اللي بتخلي ابني ينسى بسرعه، بتخليه في مرحله توهان. الشوكليت والشيبس والسكريات عامه، احنا قلنا التابلت والتليفون مدمرات العقل، مدمرات الصحه والتركيز والتشتت وعدم الانتباه وفرط الحركه. هي الاكل، الاكل الاكل النهارده انا اللانش بوكس تديه للطفل تلاقي فيه شوكليت، تلاقي فيه شيبس، تلاقي فيه سكريات. طيب مهوله جدا. من منطلق العلمي شويه بقى. بالنسبه للنسيان، اهم حاجه الطفل اللي بينسى لازم اعمل اي كيو. الاي كيو ده عشان اشوف نسبه الذكاء عند الطفل ايه قبل ما اشوف الاكل ولا اي حاجه. استاذ سعيد، انا بدي اولادي درس. فانا عارفهم. انا عارفهم. مش موضوع اي كيو، مش موضوع اي كيو. انا بتكلم على الناس عموما. لا، هم استيعابهم كويس. استيعابهم كويس بس انا عارف مرحله الاكل دي. يا جماعه زي اي بيت، زي عندي، زي بناتي. زي اي حد، كلنا عندنا مشكله في مشكله الاكل. الاطفال دايما بتتجه للسكريات والحاجات دي. المشكله ان هم دلوقتي اتعودوا، احنا عايزين البديل للام. تمام. ان يا مامي انت بدل ما تشتري العصير معلب بتعمليه فريش في البيت، بتجيبي الازايز الجميله اللي موجوده في السوق وتعملي العصير فريش وتحطيه وتطلعه له زيه بالظبط. بتتفنني في الاكل، بمعنى ايه؟ بتجيبي كل الالوان اللي موجوده وتحطها له في نفس الطبق، بتساليه الاول انت عايز تاكل ايه، حابب تاكل ايه، وبعدين بتبدا تعمل له الحاجات دي. طيب في ايه تاني ممكن نعمله عشان النسيان؟ احنا طبعا عندنا السمك. السمك اللي هو المكريل. لازم السمك الطفل ياكله يومين في الاسبوع عشان ده بيزود عنده. حلو يعني جدا جدا. هنتكلم الموضوع ده الاكل. هنبدل بقى الحاجات دي. هنبدل بقى بالحاجات دي. سمك مكريل. طيب. طب ابني ما بيحبش سمك المكريل؟ ابني بقى ما بيحبش اي نوع من الاكل. اوميجا 3. اوميجا 3 في افيلاكس. افيلاكس شراب. انا مش عايزه ابعد عن الاطار الاطار التعليمي اللي هو الطفل. طبعا بيبقى فيه مسببات كثيره للنسيان. تمام. بس انا النهارده بتكلم حضرتك ما شاء الله بتدي ماس، بتدي حساب، بتدي عربي، بتدي انجليش عن طريقه الفوناتكس اللي هي الاصوات، صح كده؟ تمام. طيب خلصت دلوقتي مع الطفل اللي درس، بعد كده بتعمل ايه مع الطفل؟ الطفل بنبدا نشتغل بقى، نقول له عندنا 26 ليدرز، 26 حرف، في منهم 21 كونسوننتس، يعني ايه 21 حرف ساكن، دول هنحطهم في ناحيه كده مالناش علاقه بيهم خالص. شغل كله على الخمسه الفاولز بتوعي، الاي والاي والاي والاو واليو، دول لهم نط شورت فاولز. ببدا بقى احط له كلمه شورت فاولز لونج فاولز. مفيش طريقه يا جماعه تاسس بها ابنك في الانجليش الا الفونكس. تمام. الشورت فاولز بقى دول هنقول له هم صغار ليهم اسم صغير بنقولهم باصواتهم، بندلعهم. تمام. بندلعهم لانه ده اسمه ايه؟ اي صوته ا، ده اسمه ايه؟ او صوته ا، ده اسمه ايه؟ اي صوته اه، ده اسمه ايه؟ اي صوته ايه. ونفرق هنا الناس الكبار بيتلخبطوا فيها والمسات كمان. اي اه بقي عامل ازاي؟ اه اه واخد وضع ريلاكس جدا. تمام. وحرف الاي اه اه
عشان افرق بين كلمه بين فيها حرف الاي وكلمه بين فيها حرف الاي. هنا قلم جاف، هنا دبوس. والشورت يو صوته بالشورت فاولز بعمل الطفل كده تمام بيبقى ليه اكشن. بنبدا بقى ناخد مرحله الشورت فاولز، احط له حروف الاي مع الحروف كلها زي ك ات. خرجت من ازمه الكورونا دي ازاي؟ خرجنا من ازمه الكورونا ازاي؟ احنا الحمد لله، لله الفضل، لله الفضل، انا اخذت الناس من سواء على القناه او على الجروب. يعني الجروبز كلها كانت واقفه فتره الكورونا. انا نزلت بوستز قلت يا جماعه هنكمل ان شاء الله ان شاء الله، وشرحي هينزل ومش هنسيب اولادنا. ليه؟ عندنا واحنا وقفنا في نص الطريق، نص المنهج مش كملناه، وقفنا في نص الطريق، وابن رايح جريد 2 مثلا، هنعمل ايه؟ هنكمل المنهج على القناه. كملنا المنهج على القناه، مش اغلبه طبعا بس طبعا المتاح، يعني المتاح. وبدانا ناخد الولاد من الكرتون والتلفزيون والتابلت بالاونلاين. دكتور غاليه، خرجتي من الازمه ازاي بتاعه الكورونا؟ انا عارفه طبعا كنت مع حضرتك في الاونلاين. عن طريق الاونلاين نفس الفكره. طيب ايه بقى اللي ميز دكتور غاليه عن غيرها في الفتره دي؟ تمام. احنا قلنا ايه الحلقه دي اسمها ايه؟ تميز وابداع. بس هو التميز والابداع، ودايما لما بتقدمي الخير بتلاقيه. حطيتي الهدف المادي، ودايما كل برنامج بطلع بيه بقول كده، حط الهدف المادي قدامك هتقعي. فعلا دي حقيقه. يعني احنا عندنا ناس من السودان قالوا لك احنا مش هنعرف نحول لك، نعمل ايه؟ قلت لهم طلعوه لي صدقه عليا وعلى اولادي. الله. وهم معايا على الجروب. لما جينا قلنا احنا قلنا هنعمل لجمهوريه مصر العربيه، فوجئنا ان الوطن العربي كله عايز يشترك معانا على الجروب، لان التعليم في مصر حقيقة متعه. المدرس المصري ما فيش زيه ابدا فعلا، لا بره ولا جوه. احنا عارفين احنا بنعمل ايه. عشان كده عارفه الكتاب غالية. عارفه الكتاب احنا شغالين كده. احنا لما بنبدع احنا بنطور المناهج، لكن احنا عارفين احنا بنحط كل واحد بيحط لمسته اللمسه بتاعته. احنا عارفين احنا بنشتغل ازاي في الاونلاين. هتمسكي عروسه وانت بتشتغلي، هتمسكي دبدوب، هتعملي مجسم تجذبي به الاطفال وانت بتشتغلي، نادي على الطفل باسمه حبيبي كذا انت بتقول كذا، نادي على المامي قولها انا مبسوطه منك جدا، انت كنت مبدعه، احسنتي، انت رائعه. الام نفسها بتتشجع، بدل ما بتكلم صاحبتها في التليفون او ماما او اختي هتقعد تتعلم مع اولادها. أيوة. ده ممكن هي كمان تدي وتشتغل. أيوة. معانا ونفتح لها مجال ان هي صح. تفتح وتشتغل. دي حقيقه. على فكره انا عايزه برضك اوجه شكر للدكتوره غاليه. طبعا انا هفاجئها بالكلام دوت. حد من المتدربات معاها بعد ما اتدربت معاها ولقيتها كويسه، وانا من ضمن بردك الكاست دوت، هي فعلا فتحت لها باب رزق وباب شغل بعد كده. وبقول لك شكرا جدا. طبعا انا والله والله بجد بشكر دكتور غاليه واستاذ محمد سعيد. انا جايه نوجه رساله بردك النهارده بالاكتر، حب شغلك، ما تبصش للماده، بص انت هتدي ايه. لو بصيت للمادة زي ما دكتور غالية قالت هتقع، فلازما نحب شغلنا وندخل فيه. هتيجي المادة، هتيجي هتيجي المادة، المادة كده كده جاية. طول ما انت بتدي وربنا بيبارك، ادي والشغل هيبان وهتتعرفي. ما في مدربين كتير وفي ناس كتيرة جدا على الساحة تمام، بس للاسف شغالين غلط. بس اشتغلي أيوة. صح. لا وفي ناس بتخليها سبوبه خد بالك. امتى في حد كان بيعمل حاجات كتيره وبرامج وبيعمل حاجات عشان الماده وحاجات من دي. طيب لما جه هاجم الاونلاين قال الاونلاين ده سبوبه. اسفه، هي مش سبوبه. لا طبعا، هي علم بس بالتكنولوجيا. بس بالتكنولوجيا مش اي حد يتعامل معاها. ومرهقه جدا 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 فعلا. انا لما الطفل بيبقى مباشر قدامي انا بعرف اتعامل طبعا. انا دلوقتي فيه ازاي، لكن انا بنادي عليه وعلى مامي ويلا نشتغل ويلا يعمل. يا دكتور اثبات النجاح ان انت توصلي معلومه وطفل اصلا مش قدامك. ايا كانت الطرق، ايا كانت الطرق. يعني انا بوصل لطفل معلومه مش قدامي اصلا وحبني وبينتظرني وبيكلمني، وانا عايزه دكتور غاليه واستفدت منها، انا عايز مستر محمد سعيد واستفدت. يبقى انت كده نجحت. هو عاجلا او عاجلا طبعا، يعني ده كده كميه الاونلاين هتفرض عليك الالف ازاي. ايوه ده انت. انا نزلت بالخط خبطت في السطر وجيت عليها على العصفور، طب بقى عملتها ازاي؟ انزل وامشي واطلع تاني تحت نقطه وعاتي ثاني. ما شاء الله بدا معايا يشتغل معايا. حضرتك برضو في الانجليش، يلا نسطر، يلا نكتب الحرف ازاي. حضرتك بتتعامل برضك بطريقه الـ القصص او اغاني او مثلا عاملهم ستوري.
انا صعب شويه عشان انا عشان انا راجل يعني لا بس هو زي ما انت شايفه كده البشاشه ما تفرقش وجهي وانا بكلم الولاد دايما بكلمهم حتى في الفويس بيني وبينهم على الخاص دايما بضحك معاهم حتى لو انا في 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 عز الشرح لازم اضحك وهزار مع الولاد. الناس بقى بتأسس الناس بنبتدي ازاي؟ تمام بزعل جدا من اي حد يقول لي انا مخلصه مع ابني 1 ل 100. انت ايه اللي وصلك ل 100؟ ايه اللي وصلك ل 100؟ ليه هو احنا بنعد 1 2 3 4 ليه 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 1 عندي 10 ابدا دي ال 1 اقول له 1 ابل 1 ماج 1 بين 1 بوك حاجه واحده ده 1 ما فيش تمام حاجه واحده بس 2 ارسم له برتقانتين مثلا في الكراسه تفاحتين اي حاجه اقول له 2 وصلنا نمبر 10 خلاص بقى ان انت بتربط النمبرز تمام حاجه ملموسه بحاجه ملموسه للطفل ما ينساش وخليه يعد طبعا حاجه ملموسه وصلنا 10 اقف بقى اقف هنا ابدا اديله قاعده جديده حاجه اسمها للزين امور زين او اكبر من وصغر من حساب تمام ده مهم جدا في الرقم 10 اقف عنده اشوف استيعاب الطفل هراجع معاه طبعا هلاقي ناسي رقم رقمين ثلاثه هبدا اعمل ريفيجن بسرعه عليهم وابدا معاه بقى اقول له في حاجه اسمها للزين امور زين او اكبر من واصغر من اللي هي بق السمكه دي بق السمكه دايما بتروح لمين بتروح للكبير عشان مين عشان تاكله بلاش اقول له اكبر منه وعقده وشها الناحيه دي ولا ظهرها الناحيه دي اللي هو تيسير في الدراسه تيسير عشان احسسه انه هو عمل انجز هقول له ده بابا وده انت مين الكبير فيكم طبعا بابا اكبر خلاص نعمل بق السمكه ناحيه مين ناحيه بابا عشان شفت ايه عشان تاكله تعالى شوف ان احنا بقى بنتكلم ازاي بقى اي حد بس عايز بق السمكه مفتوح فين ناحيه الكبير يعني السمكه بتاكل ايه بتاكل الكبير يعني ما تاكلش الصغير لا بتاكله برضو بس وهي زعلانه كده منه يعني الستات يا دكتور بتختلف نبدا نشوف بس عايزين نقول بس معلش اللي يتواصل مع مستر محمد سعيد الارقام على الشاشه اي حد عايز يتواصل معاه او يتواصل مع دكتور غالية الارقام ظاهره على الشاشه مستر محمد عايزه اقول لحضرتك يعني الاتصالات ما شاء الله كتيره جدا عليك ما شاء الله عايزه اقول لحضرتك انت ايه اللي قابلك في صعوبات الاونلاين وايه الرساله اللي عايز توجهها للامهات وايه طبعا الامهات اساس الاونلاين صح كده طبعا هو عليهم عليهم كبير جدا عبء كبير جدا عايزين بقى حضرتك توجه رساله ليهم وفي نفس الوقت عايزه اعرف ايه الصعوبات اللي واجهت حضرتك انا عارفه ان حضرتك عامل مبادره اسمها مبادره تاسيس بدون تعقيد وعندك بردك التويتر قول بقى الدباجه بتاعت حضرتك معلش طيب انا عندي يا جماعه 8 جروبس واتس دي من تقريبا بقى لها 10 شهور تقريبا مفتوح فيها الكومنت لاي حد كومنت يعني طبعا معروف في اي حد بيعمل جروب واتس بيعرض عليه شغله وخلاص انا فتح التعليقات 24 ساعه وده لوجه الله تعالى لاي حد اي ام بتذاكر مع ابنها واقف معاها كلمه حتى كنت في ناس في الثانوي بتبعت لي كلمات عليه كمان نطق كلمه معينه في الفونكس شرح قاعده في الماس شرح قاعده في العربي يا مستر محتاجه فيديو المدود محتاجه فيديو الفتحه فتح محتاجه فيديو الشورت فاولز بدخل القناه اجيب لها الرابط وابعته لها على على جروب الواتس تمام غير اسئله بتصور مثلا صوره من كتاب مش عارف احل الواجب ده يا مستر بروح عامل فويس شرح يعني اي حد عايز يوصل لحضرتك عن طريق القناه او طريق طبعا او تتابعونا على الاكونت بتاعي في محمد سعيد طيب معلش معانا اتصال من الشرقيه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي ممكن اكلم استاذ محمد اتفضلي ازاي حضرتك يا استاذ محمد الحمد لله حضرتك بقى. اكيد هتعرفني من الاسم احنا بجد انت منورنا وفخر لينا وحاجه تشرف ربنا يوفقك يا رب وانت حاجه كويسه جدا ربنا يكرمك حاجه كويسه لاولادنا واحنا الكبار بنستفاد من حضرتك واحنا مبسوطين جدا ان انت موجود النهارده وبتقدم حاجه كويسه لينا ميرسي ربنا يكرمك احنا مبسوطين وربنا يوفقك يا رب ألف دايما شكرا ليك يا فندم الف شكر. شكرا جزيلا طبعا الكميه اتصالات جايه لدكتور غالية ومستر محمد يعني ما شاء الله مش عارفين نتكلم حلقه مميزه فعلا نرجع تاني لدكتور غالية حضرتك تحبي توجهي ايه للساده المشاهدين طيب انا بس هتكلم عن الطفل الحساس اتفضلي الطفل الحساس ده نومه خفيف جدا جدا بيحب يلبس قطن لازم مامي تلبسه قطن لانه بيصرخ كتير قوي ودايما بتقولي لما بخرج واطلع معاه في اي مكان بيستخبى فيا ما بيرضاش يتعامل مع الناس مع انه كويس جدا في البيت لكن اول ما بيطلع بره للناس بيخاف وما بيرضاش يتكلم مع حد سيبيه بالراحه
اوعي تقولي له يلا سلم على طنط، يلا بوس عمه، مالكيش دعوه بيه، خليه هو هياخد بس شويه لغايه ما يتعود على المحيط وبعدين هيبدا يتعامل مع الناس. فعلا. انت تشتغلي على الطفل ده ازاي؟ ان تخليه جريء، حاولي تتكلمي معاه، افتحي سرد قصه، اتكلمي معاه، هو مره في مره في مره هيتعود وهيبقى عنده شخصيه. لكن انت ما تضغطيش على الطفل ده وتقولي له سلم بوس، انت ما انت الشاطر، انت مش راجل، لا ده غلط. الكلام ده فلازم نعود الطفل ان احنا نديله مساحه من الحريه. الطفل ده دايما عايش دور الدراما حتى لما بيكبر، الناس كلها مش بتحبني، انا دايما كل اصحابي بعيد عني، ماما مش بتحبني وبتحب اخويا اكتر. فده ما تشتغليش عليه وتقعدي تطبطبي وتبوسي، خدي حته التجاهل. ده اللي احنا دايما بنتكلم، تجاهل للطفل حساس. جالك حد حساس قبل كده في الاونلاين؟ لا الاونلاين انا مش عارف ان هو حساس. احنا بنتعامل بسرعه الاونلاين. لا انا كل مشاكل في الاونلاين مش عايز يكتب الواجب. دي مشاكلك دلوقتي. بس احنا وجهنا ده الحمد لله. قلت اشتركوا في الكورس الطفل بيحب المستر محمد، خلاص اخلص فونكس، تعال نذاكر شويه عربي شويه ماس جنب الايه الكورس الفونكس شغالين فيه. فخدت الطفل من جو اللعب والكرتون والحاجات ديت الى جو المذاكره، ورجعته تاني واحنا في الاجازه. يعني احنا ده وقت صعب جدا، المفروض اجازه، بس احنا رايحين طبعا من شهر 3 لشهر 10 هيكون الاطفال ما شاء الله اللي اخذ حاجه نساها. فلازم طبعا تمام. احنا كده بنوجه رساله للمستر محمد سعيد ان انت ما شاء الله حد متميز لما جه الاعداد، ان انت ملم بالثلاث مواد الحمد لله، بتأسس فيهم الحمد لله كويس. اي حد بيتواصل معاك بيتواصل معاك على القنوات بتاعتك، قناه تاسيس بدون تعقيد، قناه التاسيس بدون تعقيد على اليوتيوب، او جروب تاسيس بدون تعقيد فيسبوك، او صفحتي الشخصيه محمد سعيد. تمام ما شاء الله، يعني اكتر من 300 اتصال لمستر محمد سعيد ما شاء الله. ودكتوره غاليه طبعا يعني ما شاء الله عليكي. محتاجين حلقات وحلقات معاكي. طبعا احب اوجه الشكر لزوجة مستر محمد سعيد، وراء كل رجل عظيم امرأة اعظم. نعم. وهي مرضتش تسيبه النهاردة وبنشكرها، وهي طبعا معنا في الاستوديو، بس احنا بقى بنقول ايه ما خلف الاستوديو. لا طبعا هي عليها أدب كبير جدا 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 جدا. انا بشكرها طبعا على الهواء. وبناتك طبعا. لا بناتي حاجه ثانيه، بس نديها حقها، لها دور كبير جدا جدا جدا. احنا بقالنا 10 سنين مع بعض ما شاء الله، طول ما انا معاها وانا اللي قدام، وبفضل كبير منها طبعا بعد ربنا. لها دور كبير جدا 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 معايا في شغلي في كل حاجه، اتحملت كتير جدا لما وصلنا للمرحله ديت. بشكرها طبعا، واي كلمه شكر طبعا مش هتوفيها حقها طبعا. ما شاء الله، يعني تطشوا ده عشان ايه نمسك الخشب. اشكرك يا دكتور غاليه. تسلمي. وطبعا بنشكر ابنك استاذ علي، نورنا النهارده محمد. واحب اشكر اي حد بيأدي عمله بما يرضي الله، وباصص ان هو يقدم علم للمجتمع ويفيد غيره ويفيد الناس ويفيد المجتمع. يا رب نكون ضفاف، يعني كنا ضيوف خفاف عليكم. وانتظروني يوم الأربع في حلقة مميزة من شكل تاني. ونورتوني. ربنا يخليك. نورتني يا مستر والله العظيم. شرف لي.